حذرت موسكو واشنطن من إقدامها على أي خطوة لتقييد عمليات البنوك الروسية أو معاملاتها بالعملة الأجنبية، معتبرة هذه الخطوة إعلانا لحرب اقتصادية. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيد إن موسكو ستتخذ إجراءات اقتصادية وسياسية وغيرها ضد الولايات المتحدة للرد إذا استهدفت واشنطن البنوك الروسية، مضيفا أنه إذا فرض البعض حظرا على عمليات البنوك أو على استخدامها لعملة ما أو غيرها فسيصبح من الممكن وصف ذلك بوضوح بأنه حرب اقتصادية.